التجربه اللي واقفين قدامها هي بيرفورمانس اوف كابلان توربين. الغرض من التجربه تعيين اداء توربينه محوريه من النوع كابلان ادجستبل بليد انجل. البرفورمانس بتاع التوربينه يتمثل في الحصول على البريك اوت باور والافشنسي الخاصه بالتوربينه اندر فاريبل فلو ريت. مما تتكون التوربينه؟ تتكون التوربينه من الكيسه اللي على شكل سبايرال لتوزيع الفلو وتحويل الفلو من الاتجاه اللينير الى الاتجاه السيركمفرنشال. يستلم الفلو بعد كده الجايد فين. فعندي هنا ادجستبل جايد فين وظيفتها استلام الفلو من التوربينه من الكيسه الخاصه بالتوربينه وتوجيهه بحيث يدخل with low entrance losses to the rotor. كذلك بتحكم في الفلو وكميته اللي متوجهه الى التوربينه عن طريق الجايد فين. بعد كده الجزء الخاص بتحويل الطاقه الهيدروليكيه الى طاقه ميكانيكيه هو الروتور. الروتور الميزه الموجوده في كابلان توربين ان البليدز بتاعته نوت فيكسد بط ادجستبل بليدز. الادجستبل بليدز دي بظبطها على حسب الانلت فلو كميه الفلو اللي داخل بحيث اني احصل على ماكسيمم باور فروم ذا توربين. الفلو بتاعنا بعد ما ادى وظيفته وتحكم منه الطاقه بيخرج عن طريق الدرافت تيوب. الدرافت تيوب اللي احنا شايفينها ذات مقطع صغير عند اتصالها بالتوربينه يتسع بعد ذلك. تصميم هذا الدرافت تيوب عشان يؤدي وظائف عده. الوظيفه الاولى بيحصل على مينيمم بريشر انستيد اوف اتموسفيريك بريشر، يبقى الفلو بدل ما يطلع عند الضغط الجوي ممكن يطلع عند بريشر اقل من الضغط الجوي وبالتالي بعظم من قيمه الاكستراكتد باور فروم ذا فلويد. كذلك لو في توربينه حقيقيه الدرافت تيوب بتخفف لي عمليه النحر اللي ممكن تحدث في التوربينه بتقليل سرعه الماء الخارج من التوربينه. كذلك بتساعد في عمليات الصيانه للتوربينه وحمل التوربينه اللي موجوده عندنا. الفلو بتاعنا عشان احنا هنا ما عندناش سد ولا قنطره فلا بد ان الفلو ده يحصل له ريسيركيوليشن ثاني واضيف له طاقه. هضيف الطاقه دي عن طريق اكسيال بامب. يبقى موجود عندي هنا اكسيال بامب بتعمل عمل السد او القناطر لتوليد ووتر او تدوير الووتر اللي موجود عندي واضافه انرجي ليه. الاكسيال بامب اللي موجوده عندنا اخترناها اكسيال ليه؟ علشان خاطر انا عندي اكسيال توربين محتاج هيوج اماونت اوف ووتر ويز لو هيد والكاركترستيك ده خاص بالاكسيال بامب. الاكسيال بامب اللي موجوده عندي بيتم ادارتها بواسطه 3 فيز موتور فاريبل سبيد. يتم التحكم في الموتور اللي موجود عندي عن طريق لوحه مفاتيح التوربينه المائيه للتحكم فيه. موجود هنا لتغيير الفلو اللي الذي يتم تغذية التوربينة به بيتم عن طريق بتر فلاي فالف محبس فراشة. محبس الفراشة ده بنظبطه في البداية على لو فلوريت لغاية ماكسيمم فلوريت فروم شوت داون بوزيشن تو فول اوبن بوزيشن. بعد ما اتحكمت في كمية السريان الذي يتم تغذية التوربينة فيه لابد ان انا اعرف كمية السريان تحديدا. فلذلك هنا تم تركيب اورفيس ميتر. اورفيس ميتر جهاز لقياس السريان يعمل عن طريق عمل اعاقة للسريان المتجه الى التوربينة. هذه الاعاقة تتسبب في فرق ضغط ما بين الاب ستريم والداون ستريم اكروس الاورفيس ميتر. يتم قياس البريشر ديفرنس ده عبر تو بيزوميتر. انت عندي اثنين بيزوميتر بقيس 3 اتش كميه السريان المارد في التيوب بيبقى فانكشن في دلتا اتش. عندي المعدل كيو تساوي كونستنت في جذر دلتا اتش ومن هنا اقدر اعرف كميه السريان اللي داخل على التوربينه. كذلك التوربينه بتاعتي البريشر قبل دخول التوربينه والبريشر بعد الدخول بعد الخروج من التوربينه بعد ما ادى وظيفته بقيس البريشر اللي بيساعدوني في
حساب الهيد اللي شغاله تحتيه التوربينا. البريك باور، البريك باور ديفلوبد باي ذا توربين يتم قياسها بواسطه استخدام روب بريك، فرمله حبليه. الفرمله الحبليه مكونه من بولي ملفوف عليها بلت، احد طرفي الحبل يوجد به كفه ميزان لوضع اوزان. الاوزان دي لفرمله التوربينه، وجعل السرعه الدورانيه دائما قيمتها ثابته 500 RPM. الطرف الاخر للحبل متصل بعداد لقياس الفورس، بيديني الشد في الطرف الاخر للحبل عن طريق اخذ العزوم حوالين مركز الدوران بمعلوميه الشد في طرفي الحبل. استطيع معرفه التورك العزم المولد بواسطه التوربينه، وملحق بالتوربينه كذلك تاكو ميتر لقياس الار بي ام، فبيديني هنا السرعه بالريفولوشن بير مينيت. بمعرفه السرعه الدورانيه واحولها الى راديان بير سكند، التورك بالنيوتن متر، استطيع معرفه الباور حاصل ضرب التورك في اومي. بكده ابقى عرفت الباور اوتبوت، وعن طريق تطبيق الانرجي ايكويشن اقدر اعرف الباور ان، الهيدروليك باور ان، ومن هنا اقدر احسب الافشنسي بتاعه التوربينه، وهي تساوي الباور اوتبوت مقسوم على الهيدروليك باور ام، ودي تمثل الافشنسي. التجربه يتم تكرارها from minimum flow to maximum flow للحصول على البريك باور اوتبوت والكفاءه الخاصه بالتوربينه under variable flow. ودي تجربه النهارده.